هشام عبدين. بيقول لك ايه؟ بيقول لي لا المحافظه ولا المديريه ولا اي حد مش هيعملوا لك حاجه، بيك هنكبه من غيرك هنكبه، الجيش هو اللي جايل لنا نكبه. هو قال لك الكلام ده؟ ايوه هو هشام عبدين. مجلس الكاري بتاع السبقرات قالوا لي الكلام ده برضه. كمال الوكيل قال لك مين اللي قال له ارمي؟ هو قالوا الحكومه. السواقين اللي قالت السواقين قالوا ايه؟ قالوا كاري السبقرات. الرئيس كمال اللي قالوا ارمي مش هنا. رئيسه؟ اه اللي هو رئيسه. مش عاجبك تعالى معاه. مش عاجبك روح هات لنا منه جواب. هو اللي قالوا ارموا هنا. بتيجي فيها مخلفات وفي ساعات بتيجي فيها لا مؤاخذه رمم وكمامه. الريحه دي كلها بتيجي عليك تاخد بالك؟ لو جيت على عيل صغير صبغه وبعد كده بيجيب لك شويه رمله جاي من مغطى بعد كده بيجيب لك مجلس رمله يغطي بس يغطي الزباله بالرمله دي؟ اه احط لك عليها تاني. انا يا باشا الارض ديت بقالي فيها 30 سنه وقاعده باكل وبشرب منها انا وعيالي. يجي بتوع مجلس المدينه بتاع الرحمنيه وبتوع سمخراق يجوا عملوا كب يكبوا لي فيها زباله وحمير ميته وجرف، وانا قاعده هنا معايا عيالي وقاعده هنا انا وعيالي ما احناش تاجين ريحه الزباله ولا ريحه الدخان. وبعدين هم يا باشا كده هم دلوقتي قطعوا عيشي دلوقتي انا وعيالي، انا هاكل منين واصرف منين يا باشا؟ انا دلوقتي واحده مطلقه ومعايا اربع اولاد، طب انا هجيب منين طيب؟ بيرموا الزباله بقى لهم قد ايه يا فندم؟ بيرموا بقى لهم 10 ايام دلوقتي. ورحت لرئيس المدينه قلت له الكلام ده؟ ورحت لرئيس المدينه ولا جه ولا عبرني وبعت لي الاستكرتير يقول لي احنا هنعمله ما فيش حد هيكب وما فيش حد هيخلي. وكل ما اقول لهم يا جماعه ما تكبوش انا رحت مجلس المدينه يقول ده مجلس المدينه هو اللي بيقول روحوا كبوا هنا. ده مين اللي بيقول لك كده؟ المخرات برضه هم بتوع مجلس المدينه وبتوع المخرات برضه بيجي يكبوا برضه. كل ما اجي امنع حد ما برضاش يمشي ويجي جالب ويجي مدور الجالب. يا جماعه ما تكبوش هنا، يقولوا اذا كان مجلس المدينه هو اللي بيدينا الاوامر ويقول تعالوا كبوا هنا. طب ورحت برضه ومجلس كارت سمخرات برضه بيقول نفس الكلام؟ ومجلس بتاع سمخرات برضه قال ده بتوع مجلس المدينه بتوع الرحمنيه هم اللي قالوا كبوا هنا. تمام. طب انتوا بتدفعوا مال الارض دي يا فندم؟ ايوه بندفعه كل سنه يعني كل سنه بندفعه، كل سنه بندفعوا لها مال. والسنه دي؟ والسنه دي والله دافعه لها، يعني هي كانت مردومه هي ردموها هي والراجل جه وقفنا على الفلوس وخدها مني. يا عم الحاج ده انا دلوقتي ما معيش وانا دلوقتي معايا عيال بجر عليهم والارض اللي كنت باكل منها دلوقتي تردمي. ده اللي احنا مالناش دعوه، انتوا دلوقتي لو انتوا ما دفعتوش الفلوس احنا هنعمل لكم محضر. هم عاملين لكم محضر قبل كده؟ ايوه كانوا عاملين له محضر في الارض يعني. انا بزرع في حته ارض بقالك ياما؟ بقال جدود بيزرعوا فيه. فبصيت ومعايا سبع بنات. دلوقتي بصيت لقيت قريه الرحمنيه رئيس مجلس المدينه وقريه سمخراق. جم يردموني هنا يشتموني. يردموا لك ايه؟ يردموني الجلها على الخضار وعلى الزراعه وريحه مش طايقه وحصني وحمين. حمير ايه ميتة؟ ايوه حمير ميتي. يجوا لك هنا؟ ايوه انا طار بيجي يعيني. ورحت رئيس مجلس المدينه ما رضاش يقابلني، حتى النائب بتاعه اللي هو هشام عبدين. مين؟ النائب بتاعه اللي هو اسمه هشام عبدين. ماله؟ قال كل مره يقول لي يا عم الحاج احنا حريه، احنا بنحط فيها زباله، احنا مش عارف ايه. ومهددين وعاملين لي كل شويه عاملين لي 40 محضر. ليه؟ كل اروح فين؟ اوكل عيالي منين؟ اوكلهم منين؟ انا برضه اشحن على البيوت، يعني بشحن في البيوت عشان اوكل عيالي. اطلعهم يروح فين؟ معايا سبع بنات. وهالين لي المحاضر وبلاوي. قول لي اروح فين؟ اروح فين يا ربي؟ خذوني الحقوني.